مساء الخير. بنتكلم في سلسلة حلقات عن ازاي نتعرف على ربنا، وزي ما اتكلمنا قبل كده في حلقات عن ايه العواقب اللي بتمنعنا عن الوصول لربنا، فالحلقات دي بنتكلم فيها عن ايه الاركان الاساسية اللي مفروض تتوجد فنقدر بيها نتعرف على ربنا بشكل سليم. اتكلمنا ان لازم الاول قبل الاركان دي يتوجد الصدق كبطانة قبل رحلة التعرف، والحلقات موجودة على اليوتيوب كاملة. اول ركن في رحلة التعرف اتكلمنا فيه امبارح هو الذكر. النهاردة هنتكلم عن ركن جديد وهو الصحبة. الموضوع أعمق بكتير من فكرة مجرد البعد عن أصدقاء السوء. الصحبة هي كل تأثير محيط بيك، هي كل علاقاتك. أنت حواليك إيه؟ علاقات عاملة إزاي؟ أهلك، صحابك، جوازك، شريك حياتك، أولادك، شغلك، البلد والمكان اللي أنت فيها وتأثير ده عليك. النفس سريعة التأثر جداً بالأحداث والمواقف والمتغيرات والأشخاص، وبيقاومها المجاهدة طول الوقت. لكن الفكرة هو أنت بتجاهد في الطريق الصح اللي المفروض تكون فيه ولا لأ؟ ليه بنسأل السؤال ده؟ لأن كتير بيستسلم أنه يعيش في دور الضحية وأنه مغلوب على أمره ومسلم نفسه لظروف والناس والأحداث، وبقت الصحبة في حياته مصدر لوجع وبس. وده يخلينا نتكلم هي إيه قوانين ومنهج الصحبة اللي ربنا أمرنا بيه. ربنا قال آية فيها مختصر للمنهج ده: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني إيه؟ يعني صبر نفسك مع الناس اللي بتدعي وبتذكر منهجهم ربنا بالغداة والعشي، يعني الليل والنهار. ولا تعد عيناك عنهم، يعني ما تشيلش عينك من عليهم، دلالة على ضرورة الارتباط بالصحبة دي. وبعدها: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ده أمر مباشر من ربنا، ما تمشيش ورا اللي قلوبهم غفلة عن منهج الله ومشيهم أهواءهم وبس. وكان أمره فرطة، يعني عايشين تايهين ومتلخبطين في الدنيا. السؤال المهم: نجيب منين الصحبة دي؟ دي أغلب البيوت والعلاقات للأسف ما فيهاش الأساسات المنطقية لما تبقى دي مواصفات الصحبة. ده سؤال واقعي جداً. ربنا بلطفه بيحطنا منهج وأطر للتعامل، ومدينا مطلق الحرية لتطبيق المنهج ده بطريقتنا إحنا ومن أسمائه البديع. فكل واحد هيبدع بطريقته في تطبيق المنهج ده. يعني مثلا قال لنا في العلاقات في طريقين: يا صبر جميل يا هجر جميل. في علاقات مفروضة عليك مش هتغيرها، أهالينا مثلا، هيبقى التعامل معاهم بالصبر الجميل. والعلاقات التانية بتتحسب حسب القدرات، الصبر بتاعتك سواء صبر أو هجر هتقدر على إيه. لكن لو ناخد بالنا ربنا قال عليه جميل، يعني مش أي صبر ولا أي هجر، ده لازم يكون جميل. لأن الصبر الجميل هو صبر مصحوب بالطمأنينة مش عن ضغط وقهر، والهجر نفس الكلام. فدي أساسيات العلاقات: يا صبر جميل يا هجر جميل. طب فين في الحالتين دول الصحبة الطيبة اللي تعنينا أو إنها تعيننا على الحياة؟ إحنا عايشين كده يا صبر يا هجر طول الوقت. قالك إن المقصود بأصل الصحبة ومعناها هو المعلم المربي اللي هيعلمك منهج الله. وفي زماننا ده بقى التواصل على النت وعلى التلفزيون سهل قوي فكرة المربي والصحبة بنسبة كبيرة، طالما موثوق في علمهم طبعا. في حلقات جاية هنتكلم عن تسمع لمين وتاخد علم من مين. إحنا قعدتنا دي مثلا صحبة طيبة وبننفذ فيها أمر ربنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه. العلم اللي بنشاركه مع بعض والأفكار اللي بتخطر في بالك دلوقتي وانت بتسمع، كل ده بيغير فيك حاجة مع الوقت. الحاجة دي بقى هي اللي بتحول صبرك لصبر جميل وهجرك لهجر جميل في العلاقات الصعبة. فبقت عندك صحبة بتساعدك على انك تعرف منهج تقدر تطبقه كسلوك وتعيش بيه. أكيد كل ما كانت الصحبة مباشرة والمعلم مباشر وطبعا عن علم موثوق فيه زي ما قلنا، هيبقى التأثير أقوى. لكن لو مش متاح، اعتبر العلماء اللي بتسمع لهم دول صحبتك، واللي عايز تسأل فيها تبعت وتسأل، ولجان الأزهر والفتوى والبرامج فاتحين الأبواب دي. الممتع إن كل واحد بيسمع علم ولو معلومة ويسقطها على خبراته وتدبره فيها، بيحولها لخبرة مختلفة وتأثير مختلف هيفيد بيها المحيطين اللي في حياته. ومع التكرار والاستمرارية هتكون صحبة لناس شبهك، لغتهم زي لغتك وهدفكم واحد: يدعون ربهم بالغداة والعشي. دي أطر ومنهج يلفت نظرنا لحاجة مهمة جدا، إن أصل العلاقات اتوجدت علشان هدف هو ربنا وتفعيل أسماء وصفاته. سيدنا موسى طلب من ربنا يخلي معاه هارون يصاحبه، قال له
أجدد به أزري وأشركه في أمري. لكن الهدف إيه اللي قال له محتاجه عشانه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فده الأصل، إن العلاقات تبقى وسيلة لربنا مش هدف في حد ذاته، حتى لو مش سند، وبالعكس ده ممكن يبقى عبء أصلا. فمعيارك فيها ساعتها نفسك أنت، وسؤال تسأله: أنا قادر أصبر صبر جميل؟ لو لأ يبقى هجر جميل. وساعتها الإيمان والبصيرة هيدوك القوة إنك تاخد القرار وتثق إن ربنا هو الرزاق، لأن وعد: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يعني تهجر وتفارق وربنا وعد إنه هيغنيك، علشان ما تخليش خوفك من الرزق يخليك تكمل في علاقة مزلول فيها ومتدمر، علشان ما تستمرش في علاقات تموتك بالبطيء. ربنا عايزك بصحتك وبسلامك النفسي، لأنك اتوجدت خليفة الله في الأرض. مفهوم الصحبة وإزاي هو ركن من أركان التعرف على الله. حلقتنا النهاردة مع ضيفتنا الدكتورة دينا أبو الخير الواعظة بوزارة الأوقاف، بعد الفاصل. وسهلا بكم مرة تانية. حلقتنا النهاردة حلقة من سلسلة حلقات كيفية التعرف على الله. النهاردة الحلقة عن الصحبة ومفهوم الصحبة. معانا ضيفتنا دكتورة دينا أبو الخير الواعظة بوزارة الأوقاف. أهلا وسهلا دكتور دينا. أول حلقة لحضرتك معانا، وبجد شرفتينا. تسلمي لي. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. لما بنتكلم عن فكرة الصحبة والجماعة، الحكم منهم من البداية، يعني ربنا لما قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فإيه الحكم من الصحبة والجماعة أصلا؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب العالمين يا سارة كده خلقنا كلنا كده فينا بطبع الإنسان إنه هو اجتماعي، ده أمر طبيعي جدا بطبعه كده إنه بيتفاعل مع الآخرين. ورب العالمين جعل التفاعل ده مش خاص بس بالمسلم مع المسلم أو كده، لا، كلنا الرجال والنساء، يعني النساء شقائق الرجال. التعارف والعلاقة الاجتماعية بيننا وبين كل طوائف المجتمع، بيننا وبين كل الأديان، طبيعة الإنسان أنه يكون اجتماعي زي ما قلنا كده بطبعه، وزي ما القرآن دلنا بآية زي دي وآيات تانية كتير. والصحبة بقى لو جينا يعني اتكلمنا فيها هنلاقي المعنى اللي قلتيه كده الأول كده، احنا القعدة اللي احنا قلناها زي قبل ما نتكلم، احنا دي صحبة. الصحبة دي بمعنى إيه؟ إن حد ملازم لحد فترة من الزمن. على فكرة يعني في تعريف الصحبة لأهل العلم قالوا إنسان أو غير الإنسان، زمان أو مكان. يعني ممكن صحبة زمان ويبعد بعد كده الفترة، تبعدنا عن بعض بس إحنا التزمنا مع بعض بتوقيت معين بأمر معين اجتمعنا عليه. ممكن صحبة فضل. يعني إيه صحبة زمان؟ معلش. زمن معين اجتمعنا فيه، يعني إحنا الوقت في زمن معين، إحنا أول مرة نلتقي صح؟ فدي صحبة زمن، إحنا اجتمعنا في زمن معين لفعل معين. في بقى حاجة اسمها بقصد أو بدون قصد، يعني ممكن يكون حاجة أنا رايحة رغبة في أمر معين، في تحصيل حاجة معينة، فبيبقى بقصد. في أمور بغير قصد بجتمع بيها مع حد من البشر، مش ده بيحصل؟ اللي هي الصدفة اللي بنسميها صدفة، ممكن نقول فعلا فيها كده الصدفة. فبيكون الإنسان فيها ملازم لحد حواليه فترة من الزمن في مكان ما. رب العالمين في القرآن عندما قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هنا الصحبة هنا فين بقى يا سارة؟ صحبة مكان، نار وجنة. أصحاب هم مش كل أهل الجنة بيعرفوا بعض صح؟ مش كل أهل النار عارفين بعض، لكن في ناس كانوا رفقة في الدنيا في خير أو في شر، فاجتمعوا في مكان ما، نار أو جنة. فدي صحبة مكانية غير الصحبة الزمنية. أيوة تمام. طيب ليه اللي يخلي الصحبة توصل أو ترتقي لدرجة إنها تبقى من أركان الأساسية في التعرف على ربنا؟ طبعا هي من الأمور المهمة دايما اللي بندعي ليها. لما حد يقول أنا عندي فطور وعندي كسل، أنا عندي مثلا مش عارف أروح يعني طريق رب العالمين إزاي، دايما من ضمن الأمور اللي احنا بنتكلم فيها زي برنامجك الجميل ده بيتكلم فيها خطوات كده ممكن تدلنا على الله، أعرف بيها الله. من أهمها دايما بقولها الصحبة الصالحة، كل الدعاء بيتكلموا في ده، الصحبة الصالحة خير دليل. وخلي بالك الصحبة الصالحة دي بتكون طريقة غير مباشرة إن الإنسان يروح لله بطريقة حلوة، في حب.
ما فيش فيها إلزام ودراسة وعلوم يتعلمها، لا دي بتيجي بشكل كده لطيف، بشكل لطيف ومحبب. وكل ما كان الناس اللي هم بيقوموا بعمل الدعوة والصحبة الصالحة دي طريقتها يعني قوية ومؤثرة وليهم الكاريزما وليهم مواصفات اتعلمناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم القرآن، بنكون أقرب إن احنا نأثر ونتأثر بخيرنا. ربنا لما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، الفكرة من هنا إن إزاي الناس اتولد موجودين أو موجودين في حياة بعض كمصدر ابتلاء للآخر، إيه يعني دي مش عايزين بس نوضحها قوي، لأن في علاقات إحنا محتاجين نفهم الحكمة منها إيه. فأحيانا كتير تلاقي ناس في حياتك هم مجرد ابتلاء، فربنا قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فإيه معنى الفتنة هنا؟ احنا امرنا كده من القران والسنه ان احنا مع الاختلاط ده هنلاقي اذى، هيبقى في مقابله، مش كله اذى طبعا بس في نسبه من الاذى ممكن انسان يتعرض لها مع مخالطه الاخرين، سواء قريب منه سواء بعيد عنه ممكن يبقى في شيء من الاذى. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصانا ان من خالط الناس وصبر على اذاهم افضل وخير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على اذاهم. في حد يقول أنا شفت من ناس كتير وحصل لي ابتلاءات وحصل لي صدمات قوية، فأنا بالنسبة لي خدت قرار إن أنا مش هتعامل مع البشر تاني، أنا هاخد جنب لوحدي، صح؟ في بيحصل ده، لكن إحنا مأمورين بالصبر. الصبر هو الصبر ما هو في العلاقات كمان، أيوة في العلاقات، يعني أنا أعرف إن في صبر على الطاعة مثلا، لكن كمان إن أنا أجبر نفسي أو أحمل نفسي كده صبر على أذى الناس واستحمله، طبعا رب العالمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن في قدر أكيد بسيط قوي إن أنا أتحمله ما يوصلنيش لحتة الأذى النفسي أو الضرر أو الأمور اللي ممكن تخلي الإنسان عايش في الدنيا كده متعرض لطعنات ملوش شخصية ملوش ملامح كده يقدر يكمل بيها، لا طبعا مش مأمورين بده. احنا هنتكلم طبعا في الآخر عن فكرة ان انت ممكن يبقى عندك هجر جميل، مش لازم تبقى صبر. فهي بس هنا بقى خلينا ناخد بتتبع كده فكرة الابتلاء من البشر. ممكن حد يسأل طب انا ايه الحكمة ان انا ده ساعات ناس تظهر في حياتي تأذيني وتمشي ومبقوش عارفين انا ايه الحكمة من ان ده ظهر، ده ما عملش اي حاجة غير ان هو خذلني ومشي، ايه الحكمة في حاجة زي كده؟ الحكمة ان ربنا بيختبر اخلاقي وايماني. مش احنا طول ما احنا في الحياة في ابتلاءات، الابتلاءات دي كلها في صور مختلفة يا سارة، مش هي كلها بس في طاعة ان انا بصلي وبصوم، لا ابتلاء ان انت تطلع على المجتمع، ما هو كل واحد لازم المفترض لينا دور في المجتمع. كل حد من مكانه صغير او كبير ليه دور. طيب هيكمل دوره في المجتمع ويمشي في دوره ده والدنيا مفروشة كده بالورود؟ استحالة استحالة. وكل ما الانسان بيبتلى وبيلاقي عقبات وبيلاقي العقبات دي ممكن تكون في صورة ظروف أشخاص في أي حاجة، هو بيختبر نفسه بقى في الأول مش هيقدر يحتمل ويقول لا صعب وهاخد جنب، ويبقى عنده الهدف يرجع تاني يثابر ويعافر ويبقى عنده عزيمة وقصد عشان يحقق هدفه. الجهاد اللي هو بيعمله مع نفسه ده والعقبات اللي بيمر بيها وبيخطيها مرة يعني كذا مرة كذا، يعني في سلب وفي إيجاب، أيوة كل ده هيوصله لنقطة هيبقى مستمر ومستمتع بكل جهاد هو بيشوفه حتى لو في أذى. هو كأننا في الرحلة بتاعت العلاقات دي بنكتشف ذواتنا، بنكتشف إحنا قدراتنا واصلة فين. كتير يقول لا أنا بعرف أصبر، أنا حمول، أنا قوي، ويتحط في الموقف يلاقي نفسه لا. هو بيكتشف نفسه وبيعدل يا نفسه كمان نفسه يا سارة، هو بيكتشف نفسه ويحصل تعديل، وده اللي احنا مأمورين بيه. ان انا بعدل نفسي، انا بالنسبة لي شخص لقيت انا في شخص مثلا عصبي وهو شايف نفسه لا ده انا حد جميل جدا وما فيش حاجة وكده. ايه اللي بيخليه يكتشف الخلق ده مع الاخرين؟ ما هو مش هتعصب على نفسه، هو اكيد اختلط بحد قريب او بعيد ولقى نفسه العصبية دي حصلت. طيب يعمل ايه؟ هيسيب نفسه كده؟ مقابله ده هيبقى ايه؟ ضرر نفسي عليه، ضرر عضوي عليه، قطع للاخرين، هيتجنبوه، هيهجروه. لكن لو الانسان صح هيشتغل على نفسه بالظبط، هتكتشف منين انت قادر تخزن غيظ ولا لا، انت بتعرف تسيطر على غضبك ولا لا. هنروح لقصه الضحيه بقى، لان في كتير بيبقى مش عارفين يعملوا النقطه اللي حضرتك بتقولي عليها دي، لا انا صح، انا ايه اللي بيحصل فيا ده؟ بس هنرد على التليفون. استاذ محمود السلام عليكم. وعليكم السلام.
ازيك يا استاذه ساره؟ ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. والله اشكر حضرتك، انتوا بتتكلموا في موضوع غايه الاهميه يعني. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك في حضرتك يا حاج محمود، اتفضل. انتوا بتتكلموا في موضوع غايه الاهميه، انا من متابعين حضرتك يعني، وربنا يجزيك كل خير. دي حاجه والله شرف لينا وفوق راسنا. الله يبارك فيك. ما دي الصحبه الطيبه يا استاذ محمود، دي الصحبه الطيبه. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا اتفضل مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. دكتوره ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا يا استاذ محمود، اتفضل. بارك الله في حضرتك وجزاكم الله عنا خير الجزاء. واياكم يا رب كل الخير باذن الله. الله يبارك في حضرتك. شكرا. عندي سؤالين لو سمحت يا دكتوره. اتفضل يا فندم. السؤال الاول، قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل وكل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. عايز تفسير هذه الآية الكريمة. تمام. في وبالنسبة للصحبة الطيبة، في عن الكلمة الطيبة صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي. الكلمة الطيبة صدقة. تمام. في آية في كتاب الله عز وجل بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. عايز هذه تفسير الايه الكريمه ايضا، وشكرا لحضرتك. تمام يا استاذ محمود، شكرا ليك جدا. احنا طبعا يعني متفقين ان احنا في تفسير الايات، بس بندي ايه عناوين بسيطه عشان خاطر الوقت. بس معانا ام محمد. اهلا يا ام محمد. ام محمد معانا؟ ازيك يا استاذه ساره؟ اهلا وسهلا يا ام محمد. ايوه سامع حضرتك. زي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. انا ممكن اكلم الاستاذه؟ والله دكتوره دينا مع حضرتك، اتفضلي. ازاي حضرتك يا استاذه دينا؟ الحمد لله. ازيك يا ام ساره؟ ازيك؟ قسما بالله انت ملاك، ملاك كده على الارض، انت مش بشر. الله يبارك فيك والله، انت حقيقي صادقه. ملاك يا استاذه. انا 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 مش عارفه هو حضرتك كده حقيقي بجد ولا شاشه بس؟ لا هي حقيقي وعلى الشاشه وفي كله والله. دكتوره دينا استاذتنا، ربنا يسعدك ويخليلك ولادك يا رب. اللهم امين. ربنا يكرمك. انا عايزه اتكلم مع حضرتك شويه، ممكن اسمعيني بس عشان انا ست بسيطه كده وعلى قدي. طيب اتفضلي اتفضلي. انا دلوقتي اتجوزت جوزي دوت، قعدت معاه 23 سنه. تمام. خدمت والدته وخدمت ولاده وربيتهم، هو راجل معلش بيشرب وبيتزوج كتير وغير كده وكده، انا كنت صابره ومستحمله عشان خاطر ولادي. وصبرت واستحملت علشان خاطر ولادي. تمام. الو، ايه اللي حصل بقى يا ام محمد؟ اسمعوني طيب بالله عليكم، ما تقفلوش عليا واسمعوني بس. لا يا حبيبتي بنسمعك، بس انت قولي باختصار شويه يا ام محمد. حاضر، انا هقول اهو. اتفضلي. قعدت معاه 20 سنه، والدته فضلت سنتين تعبانه وانا البس بامبز واشيل بامبز، معاه 3 عيال فضلت معاهم لما اتجوزوا، بقى يمشيني ويمشيني يقول لي امشي مش عايزك، وانا ارجع عشان انا ماليش مكان اروح فيه وارجع عشان اربي عيالي واربي دلوقتي عيال. لما اولادي كبروا بقى في الجامعات دلوقتي بيقولوا انت غلطانه ما خدتيناش ومشيتي ليه من الراجل ده؟ لانه كل شويه يجيب لي ستات في البيت ويضربني ويهني ويذلني، ودلوقتي ضربني. لا حول ولا قوه الا بالله. دلوقتي بعد الصبر اللي انا تعبته ده كله، ولادي بيقولوا انت اللي غلطانه، انت اللي عملتي في نفسك كده وعملتي فينا كده، وانا صعبانه عليا نفسي. انا دلوقتي عندي 50 سنه تعبان عليا نفسي. اللي عمري ضاع كده ما عملتش فيه اي حاجه. لا عملتي حبيبتي يا محمد، انت عملتي. وبعدين في كمان حاجه عايزه اقول لحضرتك عليها، انا كنت بسيب ولادي وهم مع ابوهم اروح اشتغل واصرف عليهم، ما كانش بيصرف عليهم غير اكل فقط لا غير، لكن تعليم اي حاجه تخصهم الحاجات دي لا، وهو شايف هو مش مقصر. طب بقول لك يا ام محمد، نفسيا خلى الولاد نفسيتهم زي الزفت. طب بقول لك يا ام محمد، انت دلوقتي الوضع ايه؟ هو يعني انت دلوقتي في اي وضع مختلف؟ انا سبته. سبتيه اتطلقتي ولا سبتيه سبتي البيت؟ ما اتطلقتش، سايبه البيت. انا بقالي معاه 25 سنه، انا كزوج يعني كازواج كده ما فيش اي معاشره بيننا، لدرجه في الاكل كنت باكل لوحدي. طب يعني انت دلوقتي سايبه، انت دلوقتي سايبه بيتك. طب انا يعني الحاله اللي انت عايشه فيها دي احنا يعني فعلا مقدرين قوي قد ايه موضوع اكيد قاسي عليكي جدا، بس سؤالك، سؤالك تحديدا ايه يا ام محمد؟ 25 سنه. يا حبيبتي، طبعا موقف صعب واكيد يعني. لا يا استاذه، في حاجات كتير ما ينفعش اقولها. ايوه انا مقدره جدا يا ام محمد، بس قولي لي انت دلوقتي نفسك تسالي في ايه وتسمعي اجابه فيها. انا عايزه اعرف هل ان انا بشتغل واصرف على اولادي ده عشان بيقولوا لي انت كده بتشتغلي حرام،
مين اللي قال لك؟ مين اللي بيقول لك بتشتغلي حرام؟ الناس اللي حواليا قرايبي بيقولوا انت بتشتغلي وتصرفي على اولادك. اللي انت بتشتغلي ايه يا ام محمد؟ انا بشتغل واحده عايزه شويه طبيخ، واحده ما اعرفش عايزه بس جميل. انا عندي 50 سنه ما فيش اي حاجه خالص يعني. يعني الله يبارك لك يا رب. انت سؤالك دلوقتي فكره الشغل حرام ولا لا؟ حرام عليا اللي انا بعمله ده ولا حلال؟ واولادي اللي بيقولوا لي انت صبرتي، انت ليه خلاكي تقعدي معاه لحد دلوقتي؟ هل ده بمزاج ولا ربنا كاتب عليا كده؟ طيب ده اول سؤال عشان بس نبقى محددين وتعرفي تطمني للاجابه. يبقى اول سؤال ليكي فكره الشغل حرام ولا لا واللي بتعمليه ده حرام ولا لا، تمام؟ تاني سؤال فكره ان انت سايباه له البيت، ده انت بقى بتفكري تتطلقي ولا ما تتطلقيش ولا ده مش سؤال اصلا؟ لا ده مش سؤال، انا مش فارق معايا، انا اللي فارق معايا اولادي، هو مش فارق معايا خالص. طيب مش برضو معلش يا ام محمد، ولادك عايزه اسال اسمعيني يا ام محمد دلوقتي انا حرام عليا ان انا بشتغل واصرف على اولادي وهو ما يعرفش عنهم حاجه، هو مفكر ان هو ايه، هو اللي بيصرف، هو ما بيعملش حاجه غير ياكل فقط لا غير. تمام يا ام محمد خلاص. حاضر. تسلمي يا ام محمد وسؤالك وصل وربنا يعينك ويقويكي وهتسمعي الاجابه من دكتور دين. حاضر. نبدأ بأم سارة تقريبا صح؟ لا هي أم محمد، هي بتتكلم أم محمد. طيب. بصي هي طبعا حبيبة قلبي كل اللي عملتيه ما فيش حاجة اسمها راحت أبدا ولا هباء منثورة، كل أمر أنت عملتيه حسبة لله لزوجك وأهل زوجك وأولادك وكل اللي تحملتيه عمره بيروح أبدا هباء منثورا يا سارة. يعني كل ده إن شاء الله في ميزان حسناتك، الجزاء والإحسان إلى الإحسان، رب العالمين عمل لك عمل. طيب أنت في تربية أولادك دي، تربية الأولاد في زمن الصعب ده بمفردها بدون زوج، ده أمر لوحده بتؤجري عليه كل حد هيحاسب، الزوج هيحاسب على تقصيره مع أولاده، الزوجة هتحاسب بعملها الطيب مع أولادها، وهو مقصر في حق الزوجة والأولاد. فطبعا أنت مأجورة على كل ده. كون إن هم بيقولولك أنت صبرتي ليه وعملتي ده ليه، هم من باب إن هم مشفقين على حال الأم. أيوة. من باب ان هم شافوا انه مروا بظلم كتير، لو كانوا من غير اب كانوا ممكن يبقى في حياه افضل. وجهه نظرهم كده، لكن انت ربنا هداكي في وقتها ان انت تتحملي وتصبري، والصبر على الاذى اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. ان ما هو ده صحبه على فكره، الزوج والازواج مع بعض ده صحبه واقوى من الصحبه حتى العاديه. فهي صبرت على ده وصبرت على سوء العشره، هل ده ما فيش في مقابل؟ لا، مقابله من الله. انا عايزه اسال حضرتك في الجزئيه دي، هل فكره ان الانسان يصبر ويتظلم وهو بيصبر ده مش نوع يبقى فيه جانب من ان هو ظلم نفسه؟ هقول لك حاجه، هي دلوقتي بتتكلم على ان ده مر زمن ماضي، ما اقدرش اقعد الومها ان انت عملتي ليه. صح. عارفه لو حد تاني يا ساره كان دخل وبيقول انا عندي كذا وكذا مش وكذا، مش عندها 25 هقول لها خدي خطوه، خدي خطوة. ما مش هقول طبعا خدي خطوة طلاق، هناخد بالتدرج اللي اتعلمناه من جمال ديننا. لكن الجميلة اللي معانا بتتكلم ان هي صبرت لغاية ما وصلت 50 سنة وسألتيها في الاخر قلت لك انا انفصلت عنه مش بطلاق ولكن في بيت لوحدها، يعني اخدت مع اولادها واشتغلت. لا خلاص انا مش هقدر اقولها ليه عملت كده، هتكلم في فائت طبعا ده يعني مش من الصح. وبعدين هي نيتها وهي بتعمل، هي صبر عشان ولادها، ده اللي وظروفها وقتها لازم نديها دعم لان هي مفتقده الدعم والتقدير والتقييم الطيب حتى من ولادها. حسني الظن باولادك، يمكن حبيباتي هم بس شايفين ان لو كان الامر غير الحال كان الدنيا كانت تبقى افضل شويه. وعلى فكره هي برضو انت برضو تردي عليهم ان كل حاجه قدرات، ممكن هي القرار بيبقى مش بالبساطه، اللي بيحكم من بعيد غير اللي عايش كده، قلت لها وقتها فعلا بالظبط. انت ممكن في الموقف نفسه دي قدراتها، مش هقدر اعيش لوحدي، ممكن يرمي لها اولادها صرف انت وهي مش هتقدر، ما عنديش مكان وما عنديش مورد. بالظبط. انت دلوقتي عندك بتقولي وظيفه بتشتغلي بوظيفه حلال، والله بقى ايا كان ايه هي الحيطه فضلتي بيه، لا طبعا مش حرام، عمر ما كان العمل حرام. دي عايزين ناكد عليها، ان انا اتسول، ان انا الجأ لحد، ان انا احتاج من حد وما لاقيش سند ليا. انت خير سند وداعم لنفسك ولاولادك، فاستمري على ده. ده انت بطله يا ام محمد، بطله يا ام محمد والله، ربنا يقويكي ويعينك. ربنا يقويكي بالعكس، ولما تعرفي ان اللي بتعمليه ده بتؤجري عليه، وان انت بطله على فكره، واحده غيرك كانت ممكن تقعد وتمد ايدها وما تصرفش على اولادها او تعيش في ماساه او تسيب الاولاد للوالد مثلا وهي بالزبط تشوف حياتها. بالظبط كده. فانت اللي انت عاملاه حاجه كبيره وعظيمه جدا، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. وكمان بناكد دايما ان سلسله الحلقات اللي بنعملها دي بتدعم نفسيا، لما تسمعيها فتحسي انك موصوله بربنا فتطمني اكتر. ربنا معاكي ويرضيكي يا رب. سؤال كان الاستاذ محمود، كان مثل الذين ينفقون، الايه اللي في سوره البقره. استاذ محمد طبعا ان الانسان لما بينفق في سبيل الله في اوجه الخير المختلفه، رب العالمين بيعطيه على الامر الواحد بيضاعف لمن يشاء رب العالمين. يعني وكل حد يعني ينفق على قدره. في حد بالنسبه له والله لو
هقول ايه، لو زي ما اتعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم، شق تمره، شق تمره حاجه بسيطه جدا، لكن بالنسبه لحد كان في وقتها كانت هي ده ما تملكه عند رب العالمين، والله كجبل احد من الثواب والحسنات. في حد عنده مال كتير ويطلع الفتات منه، فسبحان الله رب العالمين بيعطينا من الحسنات ومضاعفة الصدقات والثواب بتاعها على قدر نيتنا. وفي الآية اللي هي حاجة برضو صلحها لي لو مش فاكراها قوي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهي الفكرة في الإنفاق ان انت حابب وبتطلع بحب. ما هي بقى الفكرة عشان الأعمال وبالنيات دي بتدخل معانا بقى يا سارة في كل حاجة. انا دلوقتي انا شايفة في ناس تقول لك مثلا حاجات خلاص دي قديمة هطلعها. أيوة. المصطلح ده لا حاجة قديمة مش هلبسها. لا، انفقوا مما تحبون. وشوفوا الانفاق لما اطلع حاجة بحبها، شوفوا عطاء رب العالمين الخلف والعوض اللي رب العالمين بيعطيه. جربوا ده يا جماعة، ما بحبش اقول كلمة جربوا، بس شوفوا لما بتدوا حاجة بتحبوها، اكلة طيبة بتحبوها، لبس من حاجة بتحبوها وبتطلعوها لحد محتاجها وهو اشد احتياج منك فيها او مني فيها، شوفوا رب العالمين بيعوض قد ايه. وده مردود على الصحبة كمان في الحياة. يعني انت الفقير اللي انت شايفه وبتديله ده، صحبة من صورة من صور الصحبة. يعني ممكن يعني بحيث ان لو في بيني وبيني ارتباط شوية ولو قدر يسير زي ما قلنا بقى زمني، ممكن تبقى وبيعود على علاقات تانية. يعني فكرة الصدقة فكرة الصدقة بنشوف السعادة في عيون الآخرين، دي بتسعدنا احنا سعادات قلبية. أيوة. يعني فكرة العطاء والإنفاق ده بيبقى فيه والله مردود كبير جدا لما بنشوف نظرة الناس. لو فيها سعادة، فيها رضا بعمل ممكن تكون انت بتعمله بسيط، ده بيعود عليك أضعاف مضاعفة من السعادات القلبية والرضا. أنا بحس بالمعنى اللي حضرتك قلتيه دكتور دينا في الأول، هي صحبة المكان. فبحس إن أي مخلوق في الأرض هو صحبة مكان في الأرض، زي صحبة الجنة، صحبة النار. ده حقيقي. فالاستشعار المعاني بناخد دي النوايا دي دايما في اي عمل. لو دخلنا على مكان ما احنا بناخد النية دي. أيوة. ان انا هصاحب الناس دي مكان مدام في خير. لان خلي بالك يا سارة، الصحبة دي ممكن تكون في خير او في شر. احنا طبعا بنتكلم طبعا المقصود بعنوان الحلقة صحبة الخير. خلي بالكم ممكن نكون في مكان احنا قاعدين فيه رغما عنا، مكان فيه غيبة، في نميمة، طعن في الأعراض، مكان فيه كذا. أنا بصاحب الناس دي حتى لو كنت مضطر. احنا قلنا فيه اضطرار وفيه بقصد. أيوة. اللي بالاضطرار ده لازم يبقى ليا موقف منه، لازم اني اسحب نفسي. اذا ما كنتش مؤثر بكلمه طيبه تغير مجرى المكان اللي انا فيه بطريقه طيبه بدون يعني ضرر متعدي اكتر، لا يبقى اسحب نفسي علشان ما اخدش. دي نقطه مهمه عايزين نتكلم فيها. ده السؤال الثاني بتاع استاذ محمود بتاع الكلمه الطيبه وتاثيرها على الصحبه. فنطلع بس فاصل ونكمل بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم مره تانية. حلقتنا عن الصحبه من سلسله حلقات كيفيه التعرف على الله. كان اخر سؤال ساله لنا استاذ محمود عن فكره الكلمه الطيبه وتاثيرها على الصحبه. الكلمه الطيبه طبعا المقصود بيها في القران الكريم في موضع اللي احنا السائل تفضل بيه، المقصود بيها كلمه التوحيد. المقصود بها الكلمة طبعا على إطلاقها ممكن، وإن كان التخصيص لكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الكلمة الطيبة دي يا سارة لما بنيجي نتكلم بيها مش بقولها بس كده، لازم تكون مقرونة بعمل. كلنا بنقول لا إله، بنشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما يتمش المعنى ده إلا ما يكون مقرون بعمل. إيه العمل اللي يقرن بيها؟ كل ما أراده المولى عز وجل، أوامر ونواهي في القرآن، أوامر أعملها، أي نداء يا أيها الذين آمنوا لازم كده أستمع بأذان كمان قلوبنا، مش الأذان كمان كده العضو نفسه، ده بأذاني قلبي أعرف رب العالمين بيقول لي إيه، بيناديني هنا للمؤمنين لإيه. أي نهي لازم أكون خلي بالي قوي إن أنا أكون بعيد عن ده. طيب، ونفس الأمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. محدش يقول أنا بطبق القرآن والسنة مش فرض عليا، ده فكر طبعا باطل وخطأ. لازم هذه الكلمة أكون مؤمنة بها قولا وعمل. وكل كلمة بقى طيبة بنلاقي أثرها ومردودها، كل كلمة طيبة بلاقي مردودها على نفسي، مردودها في الآخرين. إن أنا أكلم حد بكلمة طيبة، بابتسامة، بكل ده أكيد بلاقي المردود ليه. فكلمة التوحيد أثرها أكيد في الدنيا وفي الآخرة، شجرة متينة لها الجذور وقوة قوية بنلاقي نتيجتها دنيا وآخرة، والعكس طبعا. فلازم أكيد هتأثر على أي صحبة حوالينا. أكيد أكيد حقيقي طبعاً. سحر فعلا كلمة أكيد طيبة أكيد. سحر وصدقة ربنا قال يعني هي فعلا طبعا طبعا من طبعا الصدقات. ده أكيد. قبل الاتصالات طيبة كنا بنتكلم عن مفهوم الضحية، فكرة ان يعني حضرتك قلتي ان اهم حاجة انت لما بتختبر نفسك في المواقف وان البشر علاقتهم فيها فتن بتختبر نفسك عشان تصلح من نفسك. في حد بقى يقف عند المأساة
انا اتعامل فيا كده، انا دايما الناس عليا، انا مش حظي وحش، انا بتحسد. ففكره بقى دور الضحيه، في ضحيه بتبقى ضحيه بجد، وفي ضحيه هي عايزه تعيش الدور ده. يعني في 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 فرقين، يعني في نوعين كده بحسها. أيوة. ان احنا بنشوف ناس فعلا وقع عليها ظلم وحقيقي هي مجني عليها في امر. ام محمد هي كمثال لما اتصلت طبعا. واقع عليها ضرر بس يعني، اتصرفت مش كضحيه. ممكن صح جميل قوي. أيوة. ان هي حتى الكلام ده فيه جبران خاطر ليها. أيوة. هي فعلا ما استسلمتش للموقف، وان كانت حاسه ان هي سنين ضاعت من عمرها، ونقول تاني ما بيضيعش طول ما الانسان بيثابر ويعافر كده وقدرات فعلا. في ناس بتقدر تصد الاذى عنها، وده المفروض على فكره. المسلم ما ياخدش ضربه ورا ضربه. النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ما فيش مرتين يستحمل. مره خلاص وبعود اللي قدامي وبعفو. بعد كده مرة تانية لا، ده أنا مأمورة بقى إن أنا أمنع عن نفسي الأذى. أعفو جميل، العفو الجميل والصفح الجميل جميل جدا. بس كون إن أرجع الود، أما الود فلا، في أمر مختلف بقى. أنا بعفو لوجه الله عشان عايزة الثواب قبل ما عشان خاطر العلاقات الاجتماعية. أنا عايزة الثواب، ثواب العفو والعافين عن الناس. لكن إن يبقى في، مش هقول بقى الصحبة، لأن في اللي أعلى منها كمان، الرفقة، ان يبقى في رفيق، في صديق، ده اعلى على فكره من مفهوم الصحبه. طب يا ريت نتكلم على انواع الصحبه. الصحبه في القران والسنه انواع كده ممكن نتكلم عن بعضها. من اولى الانواع كده اللي ممكن نشوفها الصحبه اللي ذكرت في القران الكريم، اصحاب الكهف. صح، اصحاب الكهف دول كانوا صحبه جمعهم فكره واحده، ان هم لقوا الظلم من الملك اللي كان يعني لا يعبد رب العالمين وكفر وامور زي دي. فبداوا يجمعوا نفسهم كده بشعار ايه؟ التوحيد والعقيده. وطبعا شفنا المعجزه اللي تحققت لصحبه واصحاب مين؟ الكهف. عندنا سيدنا موسى والخضر، دي صحبه على فكره. صحبه زمنيه مكانيه مع سيدنا الخضر. رب العالمين كده وجه سيدنا موسى ان في اعلم منه في الارض، وذهب لسيدنا الخضر يطلب منه كده ان يعلمه من علم الله جل وعلا. دي صحبه مهمه جدا، ودي ممكن نقع فيها كلنا ونلاقيها، عشان بس اللي بيفتقد مفهوم الصحبه بنلاقيها في الصالحين، وان لم يكن التعليم مباشر معاهم، بس أيوة. بنسمعهم، بنشوف ارائهم وكلامهم، بيمدونا بدعم وبطاقه لسه بنقول في الاول زي الانترنت والتلفزيون اهو، ففي صحبه طيبه فعلا. نستغل ده كله بالامور الطيبه. فسيدنا موسى والخضر ده مثل قراني وصحبه قرانيه، اتعلم سيدنا موسى من سيدنا الخضر. موسى وهارون في بينهم صحبه، في اللي اقوى من الصحبه واقوى من مفهوم الصحبه، الاخوه. والاخوه اقوى من هذا. سيدنا هارون كان سبب من سيدنا موسى كده ان جعل سيدنا هارون في منزله الانبياء. ليه؟ لان شاف اخوه السند والدعم، وده معنى مهم عايزين ناكد عليه، صله الارحام يا احبه، واعلاها الاخوه والعلاقه والاسره والدايره الصغيره دي. مهمه ابقى فاهمه ان الاخوات دعم وسند في ظهر دايما الانسان. لما هنا طلب من ربنا يعني قال له اشدد به ازري واشركه بامري، بس لحكمه والهدف، كي نسبحك كثيرا ويذكرك كثيرا. فهي بقى الفكرة الهدف من العلاقات ومن الصحبة، زي ما قلتي هو سبب عشان هدف. أيوة. هو خد الأمر ده وسيلة عشان خاطر إيه؟ فعلا عبادة رب العالمين. وده جمال بقى، سواء صحبة سواء أخوة سواء الرفقة، كل ده بيؤدي هدف واحد اللي رب العالمين أراده من كل البشر في الكون، إن إحنا نكون عابدين لله. فده برضو نوع تاني وقسم تاني من الصحبة. صحبة سيدنا يوسف عليه السلام مع الفتيان في السجن، صح. هو ارتبط بيهم فترة من الزمن. ممكن ما تكونش كبيرة، ممكن ما شافهمش بعد كده، بس فترة من الزمن أثر فيهم وأثروا فيه. يأثر فيهم إن هو دعاهم لرب العالمين. وده بقى من جمال الصحبة، إن ما تكونش صحبتي كده إن أشوف حد يشوفني على خير يشوفني على شر، مش عايز يوجع دماغه. لا، هو بالنسبة له لا، الصحبة وكأن في حقوق للصاحب، في حقوق لهذه الصحبة، ان يكون مرشد، يكون دافع، يكون سند دعم، يكون بيدل على الخير، بيدل على الله جل وعلا. دي كانت في صحبه سيدنا يوسف مع الفتيان اللي كانوا معاه في السجن. عندنا كمان من الصحبه اللي في القران
والسنة صحبة أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. دي بشوفها أعلى أعلى درجات المحبة والأخوة والصداقة والدعم. أنا عايز أسأل فيها سؤال بعد إذنك يا دكتور دين. يعني ساعات هي خاطر كده يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من النبي اللي هو تواصله مع الله مباشرة، هل محتاج لصحبة في الدنيا؟ يعني سواء زوجاته السيدة خديجة وعلاقته بيها، وبعد كده السيدة عائشة وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والصحابة، هل محتاج لده؟ في ناس شايفة ده هم الأنبياء، يعني مش محتاجين لحد. ما احنا نرجع للي احنا قلناه في الأول، إن ربنا خلق الإنسان اجتماعي بطبعه، ما يعيش حتى لو في جنة ما يعيش فيها لوحده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ضربت المثل بأمهات النبي صلى الله عليه وسلم، ستنا خديجة اللي عمري ما يعني أشبع من الكلام عن ستنا خديجة تحديدا ودورها مع النبي صلى الله عليه وسلم، السند والداعم والصديق والزوج وكل المواصفات الرائعة اللي نتمنى نبقى فينا جزء منها مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما حزن عليها النبي في وفاتها، العلماء سموا العام ده عام الحزن. ليه؟ لأن كانت خير سند وداعم ليها. أيوة، احنا محتاجين في الدنيا شريك الحياة يكون محتوي، يكون داعم، يكون سند. هتختفي ممكن أقول كل المشاكل اللي بيمر بيها الأزواج، مش هنلاقي مشكلات مع الأولاد وصعاب هتقابلهم في المجتمع لو نشأوا بين صحبة طيبة الأب والأم، وهو خير صاحب الزوج لزوجته والعكس. طيب احنا دلوقتي في زمن يعني حقيقي يوميا تقريبا بيجي لنا اتصال مقاسي، مش مسألة اختلافات او خلافات، وطبعا المحاكم مليانة. يعني فكرة وجود دلوقتي علاقات فيها قوامة او فيها ود ورحمة دي بقت قليلة جدا، فهنا الناس دي هتسأل سؤال، فين الصحبة في حياتي؟ اعمل ايه؟ كل المشكلات اللي بتمر بتسمعوها، وفي كل حد بيتعرض له مشكلات دي وبيسمعها، علاجها دايما واحد، ان احنا نقيم شرع الله. علاقة يعني مفيش مفر من ده. بس كل واحد بيختلف في شكوى، وبنختلف حسب الشكوى دي بالرد، لكن هو الأساس والمحور الأساسي نقيم شرع رب العالمين. القوامة للرجل كما تفضلت، إن يبقى فيه قوامة للرجل محققة. لو القوامة تحققت صدقيني أخطاء المرأة هتقل كتير. ده حقيقي، وده بشوف ده الأساس. وهو الأساس هو رب الأسرة، هو القائد لو فعلا يعني اترجم المعاني دي بشكل سليم. لكن في الوضع الحالي يعني حد بيقول ما انا مش هستنى بقى لما ده يبقى متربي او المجتمع يتصلح حاله او احنا نرجع للدين، انا مسؤول عن نفسي. الحاله اللي هي تبقى عايشه في الحاله دي او في الكيس دي تتصرف ازاي؟ فين صحبتها؟ توجدها ازاي؟ خلاص ده نصيبها. تقصدي لو ما لقيتش الصحبه، يعني استنى ده من الزوج او من الزوجه، صح تقصدي؟ أيوة. كده لا، احنا قلنا بقى الصحبه، هنقول في صحبة القرآن والسنة صحبة الوالدين، احنا قلنا صحبة الأخوة، الأخوة صح؟ احنا قلنا دي بتبقى سند على فكرة. الصحبة الصالحة في القرآن، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ليه؟ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. في المثل ده في الآية القرآنية اللي في سورة الكهف، رب العالمين ضرب لنا الأمرين، الصحبة الطيبة الصحبة الصالحة، رب العالمين قال لنا واصبر نفسك مع الذين يدعون الله. ليه؟ دول بيقووني، دول بيبقوا سند على فكرة. لما يكون عندي مشكلة بقى من زوج، من عمل، من دراسة، من أي أمر من نواحي الحياة، بيكونوا سبب للدعم. عكس الصحبة العكس اللي رب العالمين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. صحبة الدنيا وصحبة السوء، الصحبة اللي ممكن تهد ما تبنيش، الصحبة اللي ممكن ما تأثرش فيك، ما تسمعلكش أصلا، ما تكونش كذا، موجودين في الحياة، موجودين فينا. أيوة. فإحنا نستبدل الصحبة دي بالصحبة اللي تدعمني. مش لازم يكون عالم أو شيخ، ممكن يكون حد بس عنده من الفكر والحكمة اللي بيها أبدأ أنا أخد منه نصيحة طيبة. أيوة. طب إمتى ببتدي ألجأ للهجر الجميل؟ ان العلاقه دي لازم يبقى فيها هجر. الهجر الجميل مش هقول في الازواج طبعا عشان محدش يفهم في الازواج، الازواج لازم امر تاني وتفاصيل تانية في العلاقه. لكن الهجر الجميل بنحققه اكتر في العلاقات المفتوحه معانا في المجتمع. بمعنى ان ممكن لقيت اذى تعرضت ليه من حد، الاذى ده من اول مره كده ابدا خلاص اهجر؟ لا. ببدا زي ما قلنا كده مره، وابدا اوجه ونخلي بالنا انا بزعل من كذا، ده ما فيش فيه مشكله خالص ان ابدا اقول ده. طيب اتكرر عندي الاذى، على فكره في اذى بقى احنا بنتكلم بطريقه لطيفه، في ناس بتحكي مشاكل بامور شديده جدا باذى واخذ ميراث دايما مواريث واكل الحقوق ومش عارفه مين خد ايه، اذى بجد وبجد ده اذى بقى بجد. أيوة. مش موضوع كلمه زعلتني او فعل او تصرف او وظيفه اتخذت مني عشان فعل كذا،
امور كتيره جدا مفتوحه قوي في موضوع الاذى. انا بالنسبه لي احط امتى الهجر الجميل؟ هو الهجر الجميل بمعنى ايه؟ الهجر الجميل اللي ليس معه اذى. الامر ده ذكر في القران، صبر جميل وهجر جميل وصفح جميل. الصبر الجميل هو ان بصبر بدون شكوى. في ناس لو ما اشتكتش في حياتها يوم كده يبقى كده مش هتقدر، يعني هيحصل لها حاجه. لو مردود عليا في طمانينه ان انا بصبر وبحتسب وعندي ثقه ان رب العالمين بيعوضني. ان رب العالمين هيأجرني في صبري ده. ان رب العالمين قال وبشر الصابرين فيعطيني على ده. طيب الهجر الجميل ان اهجر بدون ما اذيه، ههجرك بس مش هقعد بقى ازل فيك وانب فيك واقول واشتكي الناس عليك لا ههجر برضو بشيء من الاحترام، شيء من الاخلاق، شيء من يبين ان انا فعلا بتعلم من ديني وبيبان عليا في سلوكي. شيء يخلي اصحاب النفس السويه تقول انا غلطت في حق فلان وتحاول تعتذر. على فكره في ناس بتتاثر، عكس ما اروح مع حد واصرخ فيه واعمل واعمل كل ده مش هيغير فيه حاجه، بالعكس هيصيبني ضرر ويزيد الامر سوء. لكن لما اهجر الهجر الجميل بيعرف غلطه وانا بحس ان انا بعلى بديني، بعلى بديني بهذا الخلق وبريح نفسي على فكره نفسيا. ودي الشخص اللي بيوصل للمرحله دي يا ساره بيكون اصلا عنده متانه نفسيه وصحه نفسيه. ده بقى جانب بقى في علم النفس، بقى نبقى فاهمين ان الشخص فعلا اللي عنده تعاليم الدين واخلاق الدين بيبان على قسمات وجهه، بيبان على نبرات صوته، بيبان على كل افعاله مع الاخرين. ونقول ده عنده ايه؟ متانه، بيسموها كمتانه او صحه نفسيه جيده، ثبات انفعالي. هو ده اساسه من ايه؟ من تعاليم ديننا الكريم. طب احيانا بيتفهم الصبر بشكل غلط، بيتفهم ان انا اتحمل ذل ومشقه ضغوط جامده جدا ولدرجه باذي نفسي واقول اصل انا صبر هنعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا عندنا كده القران علمنا اهجر الهجر الجميل، ابقى فاهمه المعنى ده. ان انا هصبر في ما طب امتى امتى طب ليه ازاي اصبر؟ معيار ايه؟ ومش هنا اصبر وهنا ههجر ازاي؟ وفي صفح جميل، طب ايه اعمل ايه في دول؟ لا ما هي حالات، انا هصبر لغايه ما النفس تتحمل هذا. احنا عارفين القاعده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعرف منين ان ساعات الواحد بيتبع اهواءه يقول انا مش قادر وهو يبقى قادر؟ يعني برضو على النقيض في حالات بقت كتير تستسهل. وعلى فكره طلع بقى كتير جدا من ساعه الحديث عن سيدنا عمر بن الخطاب انتشر كده على النت، اعتزل ما يؤذيك، فتلاقي من اقل حاجه مفيش حد حمول، اعتزل ما يؤذيك انا هسيب العلاقه دي. الطلاق بقى ممكن بلا مبررات، فبرضو علشان بنبقى بنتكلم في الناحيتين. هدخل في الطلاق والزواج؟ لا ده قصه تانية. هي فعلا في انا لو هدخل في الفايل ده فعلا لا في كوارث بتحصل فيه باسم ان الطلاق حل شرعي. احنا دايما بنقول ايوه طبعا حل شرعي وحل شرعي رائع في ديننا، بس امتى استعمله؟ امتى استعمله؟ بعد تدرج كبير يا جماعه. الناس دلوقتي بتطلق في، احنا ابحاث بتقام في ان اول سنه في الجزئيه دي ان اول سنه بيكثر فيها الطلاق بنسبه مفزعه. انا يمكن 10 سنين كان نسبه عاليه جدا، مش عارفه دلوقتي وصلت لكام، بس فكره ان الطلاق في استسهال بقت صعبه قوي. ولما تيجي تشوفي حد مثلا بنت بتشتكي من زوج او كذا، الامر والله في حاجات اهيف ما يكون، اهيف ما يكون، وفي حاجات بتستحق عشان برضو ما نصغرش من شأن حد. وفي حاجات بالظبط، وفي حالات لازم يبقى فيها طلاق وتلاقيها لا مستحمله تقول فاكره ان ده صبر. ما هي للاسف كل ده مختلف من حال للتاني. لكن انا بالنسبه لي اصبر امتى؟ نرجع بقى للجزء الاساسي. اصبر امتى؟ ما دمت قادره على الصبر. هو الامر ده مرجعه لايه؟ اصل القلوب بين يدي المولى عز وجل، هو الذي يطلع انا صبرت على حق ولا قطعت علاقتي بالآخرين، هجرت مثلا الزوج، هجر زوجته، مش عارفة مين أولادها، كل العلاقات دي مفادها وأساسها مين؟ الله هو المطلع، هو الذي يحكم بين كل حد والآخر. فالصبر قدر المستطاع. في سؤال من زميلة لينا في الكنترول بتسألني سؤال، قالت افرض الطرف الثاني هو اللي مش قابل الهجر الجميل، يعني أنا واخدة منهج أن أنا عايزة أهجر هجر جميل، ودي سائدة جدا، ممكن حد يبقى عايز يتعامل بالحسنى وهجر هجر جميل لكن الطرف التاني رافض. تمام والله، يبقى ممتاز جدا. هو لو رافض خلاص يصلح المشهد اللي وصل بيكوا كده. لا رافض بيبقى اذى بقى، مش رافض اللي هو بالحسنى، لا رافض اصلا هجر جميل، لا ههجر بطريقه وحشه. هو عايز يطبق الهجر بس باذى؟ باذى بقى يعني؟ هنتقم بقى ادام الطرف رفض انك طب هقول لك حاجه، ان هو بيرد ده بس ما بقى بيرد الاساءه اللي تمت عليه، صح كده؟ تمت ليه؟ لو هي كده هو مش بيهجر، هو بيرد الاذى اللي تعرض ليه. انت مخير بين ثلاث امور. ان ارد الاساءه بالاساءه،
ده انا بقتص لنفسي الكلمه بردها بكلمه. تمام جدا، ده حق رب العالمين كفله لينا. طيب انا لو زدت الكلمه كلمتين اصبح ايه؟ اصبحت انا اللي ظالمه. ايوه تمام. طيب انا لو عفيت وعملت صفح جميل وحققت الصفح الجميل، ان انا صفحت بدون معاتب، ده الصفح الجميل بقى المعنى الثالث. أيوة. ان انا اصفح يعني ايه صفح الجميل؟ ان انا عفوت بدون معاتب. طيب حاله بقى كمان ان هو في طرفين، حد بيتقي الله في العلاقه وعايز اهجر هجر جميل بما يرضي الله، وتاني لا مش هسيبك في حالك وهاذيك. الطرف ده ساعات بيقول انا مش هبقى ضعيف بقى وهقلب عليه واتعامل زي ما بيتعامل. هيبقى نفس الرد برضو يا ساره. ان هيرد بالقدر اللي اتعرض ليه. طبعا ده غير بقى لو في حاجه بقى بتستوجب بقى قضاء وامر تاني، ما هو حسب برضو يعني. في بقى ناس بتتعرض لاذى ما بتقدرش هي كفرد ترد ده، تبقى عايزه بقى تتوجه الى الجهه اللي تقدر تاخد لها حقها او تمعد عن نفسها الضرر. لكن في الامور العاديه والمشاكل الحياتيه العاديه ما اعتقدش حد بيهجر حد وده هيصمم انه لا انت هتكلمني ذوق او عافيه، مش هتيجي كده. بس اكيد هو مجرد ما هيعتزل الشخص اللي اذاه خلاص هو بيمنع عن نفسه ضرر، وخلاص التاني والله شاف وحس بغلطته زي ما قلنا، وحس ان في تأنيب ضمير وعايز يعني يبقى في رجوع تاني العلاقه دي ايا كانت هي ايه مسماها، لا بيرجع تاني وبيستسمح، وعلى اللي كان عليه الضرر انه يقبل وانه يصفح. قبل ما نقول السؤال بتاع الختام، فكره ان ساعات بنستبسط الصحبه اللي مش طيبه، اللي هي ممكن تقول يعني خلاص ما كل واحد في حاله، بس احنا بنقضي مع بعض وقت لطيف. فاستبساط العلاقات اللي من النوع ده دي تاثيرها لو كلامها لو الكلام عادي يا ساره ما فيش فيه، احنا قلنا بقى الهدف صحبة بتاعنا صحبه غير طيبه. انا بتكلم ان هي صحبه غير طيبه. صحبه السوء. ايوه بالظبط. لا ما هو صحبه السوء دي لازم ليا فيها موقف. ان انا اكون لو انا ما كنتش عارفه ده، انا راحه زي ما قلت كده صحبه قعدت فيها بدون قصد مني، قعدت في مكان ايوه لقيت فيه واقع ضرر. هو الضرر لازم يكون حد ضربني او حد اهني؟ لا، الضرر ان في كلام لا يرضي الله ورسوله. ايوه في خوض في اعراض، في كلام هيجيب لي انا يعني يملى كده صحيفه سيئاتي. فانا هعمل ايه؟ لو عندي القدره ان انا ابلغ وان اقول بطريقه طيبه ان احنا نغير مجرى الحوار، وده خطا وده كذا، تمام. ما عرفتش اعمل ده وما عنديش قوه التاثير على الاخرين بالكلمه الطيبه بدون ما اعمل اي اذى، يبقى عليا ان انا انسحب وما اكونش في هذه الصحبه. بس لان اكيد هتعود عليا شر في الدنيا وشر في الاخره. حتى لو كانت قصيره. لو قلنا بقى ملخص سريع ازاي الصحبه تبقى وسيله للهدف اللي هو ربنا، ونحن نتعرف على ربنا. الصحبه هتكون وسيله، ودي من اعلى الامور اللي بناخدها وسيله للتعرف على الله، الصحبة، لأنها طريقة غير مباشرة إن أصل إلى الله جل وعلا. طريقة بحب، لما أعرف فضل المتحابين في الله اللي قعدوا مجلس كده زي ما إحنا قاعدين والمستمعين معانا، هم قعدوا لإيه؟ مش لحاجة، يمكن ما يعرفوناش، يمكن فاتحة أول مرة شافونا، لكن قاعدين عشان سمعوا كلمة طيبة وتحبينا مع بعض لله جل وعلا. ما فيش بيننا أنساب ولا بيننا مال بنجتمع عليه. قال عنهم رب العزة: وجبت محبتي للمتحابين فيه. الله. رب العالمين يحبنا لان احنا قعدنا في مجلس حب لله جل وعلا. طب جعل لهم ده خلاص وجبه المحبه في الدنيا وفي الاخره. طب في الاخره تحديدا ليهم خصوصيه جامده قوي يا ساره، ان يوم القيامه ان شاء الله رب العالمين بيجعل المتحابين في الله، الصحبه الطيبه اللي قعدت كده لذكر الله وعايزه تتعلم، حتى ان هي ما عندهاش نية للتعلم أو دخلت زي ما قلنا بدون قصد كده، رب العالمين بيجعل ليهم منابر من نور يوم القيامة. بيكونوا على يمين الملك جل وعلا، بيغبطهم الأنبياء والشهداء. تخيلي الأنبياء والشهداء بيغبطوهم، يعني الحسن الحسد المحمود دي الغبطة. ليه ده ناس عادية جدا، هم اجتمعوا لذكر الله ولمعرفة طريق الله. فاللهم اجعلنا وإياكم يا رب منهم بإذن الله يا رب. يعني دي خير صحبة فعلا، علشان اللي مفتقد العلاقات طبعًا السوية في حياته والدعم، فدي خير صحبة طبعا يا رب. نكون ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور دينا، يا رب جميعا كده ان شاء الله. وبجد يعني تشرفنا ويعني نورتينا النهاردة. تسلمي لي يا رب. تسلمي جدا لحضرتك. شكرا جدا ليك، وشكرا قوي ليك. وان شاء الله والحلقات زي ما بنقول كل يوم بتنزل على اليوتيوب بعد الحلقة على طول. اشوفكم بكرة على خير.